إنّاب خطب في البلاد نذيل قل يا ولي الله إسماعيل. قالوا جات مصيبة كبيرة تقول يا إسماعيل الحقنا وافزعنا. وواحد آخر يقول إن كنت في هم وغم فقم وانده وقل يا مرغني آتيك بسرعة. ده قال قل يا ولي الله إسماعيل، وده قال لك قل يا المرغني، ويقول لك في التلد ناديهم قوموا صيح لهم وارمي الحمال عليهم وابقى منهم وفيهم تبقى معهم مدروش. ودي كل هذا من اكبر الامور الذي يدخل الانسان النار، ووجب على دعاة اهل السنه ان يقفوا في هذا الامر وان لا يتكلموا فيه بطريقه عامه، لانه الدعوه للتوحيد بطريقة العموميات هذه من طريقة أهل البدع من الإخوان المجرمين. أما الدعوة للتوحيد تكون فيها تفصيل، ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين شنو سبيل المجرمين. ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله شنو واجتنبوا الطاغوت. تفصيل كله في التوحيد، تعبد الله وتجتنب شنو الطاغوت، أي أن تكون أنت في جنبه كما قال الشيخ العثيمين، أن تكون أنت في جنبه والطاغوت في جنبه، وما أكثر الطواغيت في هذه البلاد. الآن تجد يجيك في إذاعة بتاعت جون واحد دجال كبير ده ينشر الشرك صراحة من غير أي استحياء ولا خوف، ينشر الشرك يقول لك ايوه تنادي المشايخ ناديهم بناديهم بناديهم في كل قضيه بناديهم حيين ميتين بناديهم. فمن اكبر الامور التي تدخل الانسان النار هي الشرك بالله عز وجل. والشرك هو مساواه غير الله بالله في شيء من خصائص الله. والبيوقع الناس في الكلام ده انه ما بيعرفوا ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هي السنة وما هي البدعة، ما بيعرف لأنه اختلط عنده الأمر. بيجي واحد بيقول له يقول له شرك ده التوسل، وفرق كبير جدا بين التوسل وبين الشرك بالله عز وجل. وحاجة تكون خاصة بالله ده شرك، حاجة خاصة بالله تقوم تشيل عبد تديها لواحد من عبيد الله عز وجل، أو تقول الله والزول ده في الحاجة دي مشتركين معه سوا. مثال زي ما ذكرت لك ده تقول له أسأل الله براه، بيقول لك لا الشيخ برضو، وربنا سبحانه وتعالى قال لك كله إسماعيل الولي ولا محمد عثمان المرغني ده ما عندهم حاجة. ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ربنا سماه الشرك بالله عز وجل. مثال آخر ادعاء علم الغيب، علم الغيب ده حاجة خاصة بالله. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. الغيب ده فوق وتحت بيعرفه الله براو جل جلاله. ده شيخ الزريبة بتاع كردفان ده قال الأولياء بيعلموا الغيب، قوماك نزاور، قال له قوم راح نزور، قوماك نزاور للأولياء الأغطاب لهم نشاور. منهم خلي بالك منهم شنو من الأولياء، يعني منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، كمان باطن وظاهر قال لك ما خلى لك في اي فرقة. الاولياء بيعلموا الغيب وكذاب، ده بيكذب على الله، ده بتاع ده ذاته بيحفظ القران شفته كذاب، لانه واحد من اثنين يا اما تسمع القران يا اما تمشي مع الزول ده، ما عندك واحد من اثنين، اصله كله كله. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة
إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله سبحانه وتعالى: قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من مشى على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفضل مخلوق محمد بن عبد الله لا يعلم الغيب، فما بالك بأمثال هؤلاء. ربنا قال لك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى زكى كلامه، قال: وما ينطق عن الهوى، وزكى له خلقه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثاني في حاجة، ربنا زكاه قال لك ما بيعلم الغيب محمد بن عبد الله. ده يقول لك الله اللي يبيعلم الغيب، وده من الشرك بالله عز وجل، ده من الشرك الأكبر المخرج على الملة، لأنه اللي بيعتقد إنه الشيخ يعلم الغيب إذا نوقش وهذا يرجع ده كافر. لو جاء صلى هنا وصام وطلع على المنبر عمل خطبة الجمعة ده ما عنده أي حاجة، كافر. عرفت كيف؟ دي الآن منتشر الآن مصر المؤمنة بأهل الله، كويس؟ لو قال مصر مؤمنة الله ما عندنا معه مشكلة، لكن قال لك بأهل الله، أجابوا لك في القصيدة شعوانة والسيدة نفيسة ورابع العدوية وتماش ديل. رابع العدوية دي صوفية متفلسفة، قالت: لا أعبد الله خوفا من ناري ولا طمعا في جنتي. ها بتعبودي ليش؟ طيب دي رابع العدوية تكيب. بقول لك أسأل ديل وخلي الله، بدعوك يا الله بجميع عباد الله. دي ما سمعتها في مصر المؤمنة ولا الناس دي بيسمعوا ساكت؟ الناس بينطربوا بالموسيقى، موسيقى ينطرب، لكن الكلام اللي بيقولوا الناس ديل ده كلام فيه شرك مخرج من الملة. عرفت كيف؟ عشان كده ده من أكبر الأدواء، أكبر مرض على الإطلاق هو مرض الشرك بالله، أكبر من القتل، أكبر من كل شيء. عرفت كيف؟ فالإنسان لابد يعرف هذا الأمر حق معرفته. عشان كده العلماء لما يتكلموا ليه بيقولوا الشرك؟ لأنه الأنبياء يا إخواننا قاطبة، كل الأنبياء لما يجوا ربنا يرسلهم، ربنا بيرسل الأنبياء إلى أقوامهم لما يكون في مشكلة في شنو؟ في العقيدة. لما يحصل إشكال في المعتقد ربنا بيرسل الأنبياء. حصل الجرائم من القتل، هابيل قتل أخوه، ربنا ما رسل الرسول، لكن لما جاء في قوم نوح عليه السلام ربنا رسل لهم نوح أول رسول، رسل وقال لهم شنو؟ لما القوم أشركوا بالله عز وجل عبدوا الصالحين، عبدوا شنو؟ عبدوا الصالحين من دون الله. يا شيخ الحقنا وفزعنا، انت عبدته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء شنو؟ الدعاء هو العبادة. ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عرفت كيف؟ دي أكبر مشكلة هي الشرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إذا أنت مت على الشرك ربنا ما يغفر لك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أي المشركين من أنصار. لأن الشرك بالله أخواننا زي ما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال إنه العلماء قاموا جابوا كلام، قالوا: لماذا الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب إلا الشرك بالله؟ في كتاب التوحيد إن ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك لمن يشاء. ليه بالذات الشرك كمعصية وكجريمة كبيرة ربنا إذا أنت مت عليها ما بيغفر لك؟ السبب شنو؟ العلماء قاموا يستنبطوا كلام، قالوا إنه الزول إذا مشى زنا ربنا ركب فيه شهوات يمشي يزني، في حاجة بتدفعه، إذا كان عنده دين وتقوى بيقف. واحد داير يمشي يعمل ربا في البنوك أو يمشي يلعب قمار، شغال خريط في الجماعة،
داري حصل جماعة الفاتو داري يقبى شنو يقبى سريع غنيان حصل جماعة راكبين برادو هاد لافين ديل داري حصلهم بأي طريقة عنده دافع. لكن الشرك بالله عز وجل ده ما عنده شهوة. زولي مش من هنا ليه ومرح ولا مش للشكانيبة ولا مش للزريبة يسيف التراب ويبرك للشيخ ويمشي لذاك بتاع الهلالية كويس يمشي يبرك له يسجد له من دون الله عز وجل ده عنده شهوة. زول يسجد له زول زيه. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ربنا قال لك ده زول زيك تسجد له وتخلي الله ما عنده شهوة. كده ورينا شهوة وين وين تمشي تسيف لك تراب من الصباح ها تعتقد فيها انها تنفع وتضر كويس او تسجد لك يا شيخ من دون الله عز وجل او تندها المشايخ او تعتقد ان غير الله عز وجل يعلم الغيب او تعلق لك حجاب بتاع رزق او غيره من الحجبات والتمائم الشركية. عرفت كيف؟ دي ما عندها شهوة. عشان كده ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي اخطر جريمة. ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لك يا محمد وإلى الأنبياء الذين من قبلك تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء قاطبة. ربنا بحذر الأنبياء كلهم من أول من آخرهم وفيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن شنو من الشاكرين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك بالله كما قال العلامة المحقق محمد بن صالح العثيمين إنما هذا خطاب للأمة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى إن إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق ربنا حذر من أن يشرك بالله فإن باب أولى أن شنو أن تحذر أنت الشرك بالله. الخطاب ده موجه لنا نحن ديل عرفت كيف؟ نحن موجه لنا الكلام ده عشان ما يجينا واحد ثاني يقول لنا ما تتكلموا لنا في الشرك نحن مسلمين خلاص ما تحذرونا. برضو تحتاج إلى تحذير لأنه ربنا سبحانه وتعالى حذر شنو ده منهج رباني. كل إنسان يحذر من الشرك بالله عز وجل وإن كان الإنسان موحدا. وشوف أي زول بيقول لك ما دارين كلام في التوحيد والشرك ده عارفه ده مرضان لأنه زول موحد ما بيشبع من الكلام في التوحيد طبعا. أي زول قلبه ده سليم قدر ما تدي توحيد بيقول لك دار زيادة لأنه ده أصل الدين ذات ده أصل شين أصل الدين. وأي زول بيبغض الكلام في هذا الأمر ده زول مريض. وأي زول بيتكلم بالأمور بعموميات يقول لك الشرك خطير والتوحيد سمح يجيب لك بفوق كده ويتخارج. لا دي ما دعوة الأنبياء. دي ما دعوة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات في الأنفاس الأخيرة صلى الله عليه وسلم آخر دقائق صلى الله عليه وسلم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا كان بيقول شنو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا. كان بيحذر من القبب دي. الليلة البلد دي فيها كم قبة؟ فيها كم؟ أبو حراز دي فيها كم؟ قبب تحجرك ذات. ودي الحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله دعا ربنا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا الله. عشان كده العلماء بيقول لك الوثن أعم من شنو؟ من الصنم. يعني أوسع منه. لأنه الصنم الحاجة المنحوتة على شنو؟ على شكل طائر أو حيوان. أما الوثن أعم كل حاجة بيعتقد فيها النفع والضر بدون الله عز وجل. جماعة بقول لك يا بقبة اللبنية يا بقبة اللبنية أعمل لي حجاب من راسي لي كراية زي ما قال واحد من الإخوة قال لهم دي حجاب ولا بطانية عرفت كيف؟ فشي عجيب جدا شي عجيب شي عجيب. والله الذي لا إله غيره البلد دي الناس دي ما ينضفوا من البلد دي بتمشي لقدام أصوب تمشي لقدام. حتكونوا كده قاعدين في بلاوي حروب ومشاكل وبلاوي ما ينزل كل مرة تجيك بلوى عرفت كيف؟ لأنه في شرك بالله عز وجل. ربنا قال ولو أن أهل القرى
آمنوا واتقوا ربنا قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات دي لو جبت أشطر زول في الاقتصاد في العالم قلت له اعمل لنا خطة خمسية وخطة عشرية وخطة ربع قرنية وخطة نصف قرنية، ها خطط الاقتصاد تطوير مشروع الجزيرة، ما عارف بناء سد وين، ما بتنفع. أسأل واحد يقول لك والله ما خلينا حاجة، نظفنا الواطة من القش اديناها سماد ثلاثة مرات وجبنا أحسن تقاوى قبيناه وحرتناه بمحرات كيف وسقيناه كم مرة، بعد يقول لك والله ما انتجت ما جابت لنا حاجة، جماعة زعلانين ما جابت لنا حاجة. ارتقب البلد ما تقول ما فيها، فيها قروش لكن بركة ما في، ما في حاجة. الناس اللي بيزرعوا كثير لكن ما في الدهب، بس الدهب ده ما كثير، آلاف الناس شغالين. البلد دي بترول طلع فيها برضو غاصة في الوطن، بترول دخل في البلد دي برضو ما في. الدهب آلاف قاعدين في الدهب هناك برضو ما في حاجة. يا أخي واحد بيمسك له 5 مليار يكبهم في جيبه، بيجي من الخلا بس بيحصل عطبرة، ولا بيجي الخرطوم عطبرة بيقروضها هناك وبيرجع تاني. والله أنا شفتهم 5 مليار بيقضيها صعلقة بس بينتهي منها في عطبرة في حتات معينة. عرفت كيف؟ ما في بركة لأنه في شرك بالله عز وجل، دعاة الشرك منتشرين شغالين ليل نهار. عشان كده وجب علينا احنا شنو؟ نتكلم في هذا الأمر ليل نهار، ليل نهار تتكلم في الموضوع ده. عرفت كيف؟ لأنه ده أساس الدين وأساس الملة. الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز لما جاء في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال من دعا إلى التوحيد فإنما يدعو إلى الله، ومن دعا إلى غير التوحيد فإنما يدعو شنو؟ إنما يدعو إلى نفسه. وذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى عشان ده يوريك عظمة دعوة التوحيد، قال دخلت امرأة بقي الجنة، امرأة بقي دخلت الجنة، دخلت كيف؟ لقيت لها كلب عطشان، شالت الخوف نزلت البير، شالت الخوف بتاعها بيخوف سقط الكلب، وهي بغي زانية يعني بتزني بتاكل من فرجها، كويس معك؟ دي ربنا دخل الجنة. قال الشيخ الفوزان قال فما بالك بمن يزقي الناس التوحيد، ده أدره كيف عند الله سبحانه وتعالى. فهذه مشكلة كبيرة يا أخوانا، عشان كده نحن مشكلتنا كثير من دعاة الذين ينتسبون لأهل السنة تلوثوا بفكر الإخوان المجرمين جماعة الأخوان المسلمين، كما قال الشيخ محمد سعيد رسلان قال ما ابتليت الأمة الإسلامية بأشد من جماعة الأخوان المسلمين، دير أكثر ناس، أكثر ناس بيكرهوا التوحيد وبيحاربوا التوحيد هؤلاء الناس، وكثير جدا عندهم دقون بيطلعوا المنابر لكن ملوثين بفكر هؤلاء الناس، تلوثوا بفكر دعاة الأخوان المسلمين. يجوز لك العمل مع أهل الضلال، يقول لك تجوز نحارب الشيعة، تلقى الجماعة كلها الشيعة، بعدها الرافضة، بعدها خطر التشيع، الحقونا، كأنه البلد دي مليانة تب شيعة. يا أخي البلد دي يمكن مش أقول لك لو قلت 1% يكون كثير زاد، 1% يعني كل 100 سوداني فيهم واحد شيعي، كده كثير زاد، أقل من 1.1.1 من الشيعة وما ظاهرين، لكن ناس الهبروا ملوا حفروا البير جابوا له دلو، ديل بين كل واحد واحد بتلقى واحد في النص قاعد لا بيستحق بد، ديل كتار يا أخي أنت مجنون ولا شنو؟ أنت قاعد لك بخشوا كيف؟ الشيعة الرافضة ديل بخشوا كيف؟ بخشوا لك عن طريق النازل، لأنه عقائدهم في اتفاق إلا موضوع سب وتكفير الصحابة في الغالب كده، لكن مع أنه فيه الناس بيقولوا كلامك عام من كده. أحمد التجاني بيقول لك خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، قال هو أحمد التجاني قال هو ختم الولاية وده ضلال، بعد ذلك قال خاتم الأولياء يعني هو أفضل من خاتم الأنبياء اللي هو منه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ده موجود في كتبهم قاعد. عرفت كيف؟ عشان كده لابد من حرب هؤلاء الناس، كل ده أي بلوى يقاتل البلد يقاتل عن طريق النازل، والله الذي لا إله غيره. والكلام يطول في هذا الأمر وأنا أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله.